مصباح، لمبة، بلب، ليت، وضوء. أما هيك صارت فكرة اسمها مومنت، لحظة ولما يكون الإنسان بحالة من الهدوء والسكينة والإيجابية بتتنشط هالمنطقة وبتصير قادرة تتحسس أفكار ضعيفة الإشارة، بالضبط مثل ترددات الراديو، إلا إنها بتنبه الدماغ وبيحصل عنا الرؤية المفاجئة. هاي الرؤية المفاجئة هي البصيرة، البصيرة اللي رح تنور عقلك وتخلق عنده وعي جديد. الوعي هو نقطة الانطلاق باتجاه الحلم. الوعي رح يخليك تتخلص من عبارات بنسمعها كل يوم: أنا ما عندي راس مال، أنا ما عندي واسطة، أنا ما معي شهادة، أنا أهلي حطموني، أنا المجتمع ما تقبلني، أنا كبرت ومهنتي ما بتنفع بهالزمن، أنا ما عاد ألحق واكب التطور السريع اللي صاير بهالدنيا. الوعي رح يفتح بصيرتك، رح تبتدي تبحث تدور سبب وغاية وجودك بهالدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ساعتها بس رح تتولد عندك الرغبة الحقيقية بأنك تتحدى ذاتك، بأنك تقوم تبادر تتحرك وتنتقل لمرحلة جديدة بحياتك، وتترك وراك المشاعر السلبية اللي حبستك بسجن الماضي، سجن الأحزان. تذكر أنه أنت السجان، المفتاح معك موجود هون، وبيبدأ بالوعي اللي بيغير لك مشاعرك من سلبية لإيجابية، وبتقدر ساعتها تنتقل لمرحلة جديدة وبعد جديد بالحياة.